السيد محمد بن سعيد بن مراشد في الوقت الذي ينطلق فيه أيها الأخوة والأخوات، أيها المشاهدون الكرام، مستمعينا الأعزاء، شوط الوداع. أعلن توقيت الثانية اللي هي مصيحة، وهو 9:36 و20 جزء من الثانية. تهانينا أيضا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم المضمر السيد عتيج بن سالم بن عرطي اللي أعلناها في المركز الثالث، هي اللي فازت بالمركز الرابع. أما بالنسبة لتصحيح النتيجة هي لسمو الشيخ ثاني بن حمد بن خليفة آل ثاني، وهي الزبارة هي اللي حقيقة فازت بالمركز الثالث. 9:37 22 جزء من الثانية توقيت الزبارة. هذه إذا نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء، وهذا شوط الوداع ينطلق على أرضية ميدان الشحانية في مساء هذا اليوم الأربعاء، اليوم الرابع لأيام هذا المهرجان السنوي لسباق الهجن العربية الأصيلة الذي يقام تحت رعاية وعلى شرف سيف حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله. إذن هذا المساء ينتهي غدا صباحا في الخامسة إن شاء الله، ستكون انطلاقة أول شوط إذاعة أبكار لأبناء القبائل، وبعد ذلك وبعد صباح الغد نرتاح يوم الجمعة ونرتاح يوم السبت، ومن ثم نتواصل مع مسيرة وبرامج وبرنامج هذا المهرجان من يوم الأحد القادم. إذن هذه الانطلاقة جائزة نقدية قيمة للمراكز العشرة الأولى. هذا هو الشوط الإضافي، وهذه مقدمة الشوط واللي تتصدر هذا الشوط. نشوة مشاهدينا الكرام للسيد ناصر بن مسلم المزروعي من الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، تقود المسيرة وتحتل المركز الأول، وفي المركز الخيرة في المركز الثاني للسيد خلفان بن علي الشامسي، وفي المركز الثالث سمحة للسيد حمد بن محمد بن جهويل المري، بينما نرى أيضا المركز الرابع، الفائزة للسيد سعيد بن خليفة بالقطري، وفي المركز الخامس لسمو الشيخ عبد العزيز بن حمد آل ثاني مضمرها السيد علي بن فراج المري. سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد هو اللي فاز بالخنجر حق اللقاية، ايضا عند نفس المضمر علي بن فراج. نواصل ونبارك ونهني بالناموس دائما وابدا، ونواصل الى المركز السادس. الضبي في المركز السادس. مرحبا يا بن صرير، كل عام وانت بخير. المركز السادس الضبي تعود ملكيتها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد مكتوم من ضمر السيد سلطان بن طارش القوبع. المركز السابع، والله ما ادري، عدوا معي من الجانب الثاني ما شفناها. نشوف الثامنه، الشبله لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد ال مكتوم المضمر السيد محمد بن سعيد بن حلوة، وفي المركز التاسع اللي تقدمت وخذت المركز الثامن هذه الثامنة للسيد سلطان بن سيف بن مبارك بن غويث الشاهينية اسمها. المركز التاسع الشايبة للسيد سالم بن مطر بن حاذة الشتبي، وفي المركز العاشر للسيد حمد بن ناصر بن فهيد العجمي. هذه او محمد بن ناصر بن فهد الفهد النعيمي. هذه نتيجتنا مشاهدينا الكرام للمراكز العشرة الاولى كاملة مرة اخرى ومكملة في هذا الشوط، وهو الشوط الثامن ابكار، الثالث عشر في أشواط برنامج هذا اليوم المخصصة للقعدان والابكار للإذاع لأصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل. إذا هذه أيضا عودة حميدة إلى مقدمة الشوط، وأنا أرى المقدمة، أرى الشيخ عبد العزيز بن حمد الثاني
مصيحة تقود المسيرة، مصيحة تقود المسيرة مع هذا المضمر الخبير، مع هذا المضمر الخبير والقدير علي بن فراج المري. شباب في سن الشباب، في سن الشباب وفي قمة الخبرة، وفي قمة الخبرة علي بن فراج المري. مالك طبعا الشيخ عبد العزيز بن حمد آل أحمد الثاني، هناك تسلل للشبلة اللي تسللت على حسابها، على حساب مصيحة، واختفت المركز الأول، الشبلة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، المضمر سيد محمد بن سعيد بن حلوة المركز الثالث، نشوة في المركز الثالث للسيد ناصر بن مسلم المزروعي، وفي المركز الرابع صوغة في المركز الرابع للسيد خميس بن سلطان الوهيبي، وفي المركز الخامس الشايبة للسيد سالم بن مطر بن حاذر الشتبي، المركز السابع الساتة الظبي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوب، المضمر السيد سلطان بن فارش في القوبع، وفي المركز السابع الشاهينية تعود ملكيتها للسيد سلطان بن سيف بن مبارك بن الغويث، المركز الثامن للسيد خلفان بن علي الشامسي اللي نشوى او خيره للسيد خلفان بن علي الشامسي، المركز التاسع اليازي في المركز التاسع للسيد حسن بن سلطان بن ضابط الدوسري، وفي المركز العاشر للسيد حارب مغير العميمي. عموما على كل حال اسمها غريمة، وهذه نتيجتنا مرة أخرى مشاهدين الأعزاء لهذا التجمع وهذا التواجد للإذاعة أبكار في آخر شوط لها مساء هذا اليوم. كان الموقف يزداد خطورة كل ما اقتربنا للافتة من لافتات الميدان المبينة للمسافة، اقتربنا لأكثر خطورة، لأكثر إثارة، لأكثر اختلاف بعض الأمور معانا، تختلف الأمور، تختلف الترشيحات، وهذه 1500 متر مشاهدين الأعزاء على خط النهاية، وها هو شعار سمو الشيخ مكتوم، سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم على ظهر الشبلة، على ظهر الشبلة. الله يا سلام يا سلام، لكني أرى الحركة، أرى الحركة يا محمد يا بن سعيد يا بن مر يا ولد محمد بن سعيد بن حلوة، أرى 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 الحركة الثانية للشبلة مشاهدينا الأعزاء، اللي لنشوة اللي تلاحق الشبلة وتتنافس معاها للسيد ناصر بن مسلم، ولكن هناك الله 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 الله، هاي الحركات الله 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 الله، السلطنة ضيوفنا من سلطنة عمان الشقيقة لابد أن يكون لهم كلمة في المهرجانات، لابد أن يكون لهم تواجد كبير في المهرجانات، وانتظروا أيضا انتظروا الكلام هناك سيدور في الأسبوع القادم، الكلام السلطناوي العماني في الأسبوع القادم سيكثر، وهذا أيضا ضيف من ضيوفنا أبناء سلطنة عمان مع هذه البكرة اللي هي متقدمة اللي هي صوغة للسيد خميس بن سلطان الوهيبي. يلا يا خميس يا أخوي، ودها ظفار وصيف معاها في ظفار بالناموس يا أخوي يا خميس، ودها صلالة ودها إلى مسقط هناك إلى أشقائنا في سلطنة عمان، ولكن مشاهدينا الأعزاء، ولكن الأمور متشابكة، الأمور مختلطة، الأمور وطاحت أمور أخرى كبيرة، وأرى تقدم مشاهدينا الأعزاء للشبلة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد مكتوم، المضمر السيد محمد بن سعيد بن حلوة، مع منافسة كبيرة للشايبة اللي تنافسها لتعود ملكيتها للسيد سالم بن مطر بن حاذا اجتبي، اللي هي الساعة الشايبة، والساعة واصلة من الجانب الثاني لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد مكتوم. الختام مسك لأبناء الإمارات، الختام مسك للموج الأزرق، ويا الموج الأزرق، هذا هو الموج الأزرق. الله الله الله, الله. تهانينا لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد مكتوم على هذا الفوز للساعة، وفي المركز الثاني الشبلة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد مكتوم، أيضا المركز الثالث
الشايبر سيد سالم بن مطر من حاذا اجتبي المركز الرابع نشوة للسيد ناصر بن مسلم المزروعي والراء الخامسة للسيد خلفان بن علي الشامسي والسات المركز السات للسيد حسن بن سلطان بن ضابط المركز السابع للسيد خميس بن سلطان الوهيبي والمركز الثامن للسيد محمد بن غانم المنصوري والمركز التاسع للسيد حارب بن مغير العميمي والمركز العاشر نشواء يا نشواء لسمو الشيخ لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. خلوكم معاي بالتوقيت لا حد يخليني خلوكم معاي التوقيت الزمني وإعادة لي الوصول للساعة اللي اختفت الأنظار والناموس في آخر لحظة في آخر الأمتار قطعت المسافة في 9 دقائق و50 ثانية 21 جزء من الثانية. تهانينا على هذا الفوز اللي حققته الساعة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم والتوقيت ذعته أنا خلاص. أهني أيضا سالم بن نايع بالشاوي الغفلي مضمر الساعة المركز الثاني توقيتها الزمني 9 دقائق 51 ثانية جزء واحد من الثانية. هذه هي الشبلة أيضا تعود ملكيتها لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم المضمر السيد محمد بن سعيد الحلوة. وفي المركز الثالث التوقيت الزمني 9 دقائق 51 ثانية 7 أجزاء من الثانية. هذه الشايبة للسيد سالم بن مطر بن حابة الشتبي وهكذا.